يمكن الزواج المبكر 33% من الأسر التي تم بحثها السيدات فيها تزوجن قبل سن 18 سنة. معنى كده أن الأجيال القديمة كان بالفعل فيها زواج مبكر، لكن وراء كل مشكلة كنا بندور فيه على الاتجاهات الإيجابية. الأجيال الجديدة 95% من الأجيال الجديدة بترى أن سن الزواج الصحيح هو من 20 ل 25%. طبعا في النص، في المنتصف ممكن نلاقي بعض الاتجاهات اللي غير المستحبة، وده اللي احنا بنشتغل عليه. أما في مسألة ختان الإناث ففعلا أدلت 31% صراحة في ممكن أن يرد هذه العملية وصاحبتها لا تدلي بها، فدايما بنحط نسبة إضافية على 31% إن قاموا بإجراء عمليات الختان لفتاتهن، إلا إن 78% حاليا يعلموا تماما إن في قانون لتجريم ختان الإناث، وبالتالي بدأ يمثل ليهم رادع. بالإضافة إلى أن 65% أو 68% من الأسر تحت سن 30 سنة أفادت بعدم النية في ختان بناتهم، وده اللي احنا بنقول عليه أن الأجيال الجديدة بدأ يبقى عندها فكر مختلف، وهم دول المستهدفين من قبلنا.